أيدركني الخوف وأنتم ذخيرتي، أيعيقني سد وأنتم بجانبي، ويعيقني صعب وأنتم سلاحي. أظلم بالدنيا وأنتم نصيري، أعيروني بعض الخوف أرهقتني الشجاعة. إني أرى رؤوسا قد ارتفعت وحان وقت خطافها. الليلة ليلة تاريخية لنادي النصر، اليوم الرياض أصفر، اليوم ليلة للنسيان لجميع الهلاليين، الليلة ليلة خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا عبر بوابة الهلال. اليوم النصر راح ينتصر على الهلال بثلاثة أهداف أو أربعة أهداف. عبد الرزاق حمد الله له كلمة في المباراة، راح يسجل هاتريك. مساكم الله بالخير، ألف مبروك لكل الأمة الهلالية. أيدركني خوف وأنتم ذخيرتي؟ عبد الرزاق حمد الله راح يسجل هاتريك، فوز النصر بأربعة. أيدركني مدري وش وأنتم أسلحتي؟ وين داخل حرب أنت؟ أنت قابل عمك الزعيم يا ماجد، أنا من زمان قايل لك والله لو تجيب ميسي ما أنت قد آسيا. حدك الدوري كاس ملك والداور آسيا، حدك ربع النهائي والداور. هالمرة مدري كيف وصلت نصف النهائي وجوك عمامك ودقوك بأرضك. أيدركني خوف وأنتم ذخيرتي؟ من ذخيرتك وين هاتك حق حمد الله؟ بالمناسبة هذه حاب أهدي النصر فيديو كليب، يستاهلون بناسبة تأهلهم نهائي آسيا، يستاهلون هالفيديو كليب بناسبة تأهلهم إلى دوري المحلي. اللي ورا الهقوى ولا انتم دور